نقرأ غير النظامي، لا ان شاء الله نقرأ لها احنا. طيب الطبخه مثل ما انتم شايفين يا شباب قدامكم مكرونه سهله ولا لا؟ سهله لعبتي مكرونه. انت ايش فيك؟ انت اصبعك ايش فيها؟ اسويها باربع اصابع. انت اصبعك ايش فيها؟ وش اصبعي؟ طول من السلامه. تبي الصدق ولا لا؟ ابي الصدق. انا ما ادري الصدق. بلحق على صلاه العشاء. دخلت بتوضا، توني مخلصين من المكتبه وراح بتوضا، توني مخلص وضوء بكلم مسؤول المتسابقين اللي اسمع صوت محمد زعيز يا قا، واركض والله يعزك الجوتي فيه شوي فاك تراكشن انا ويزحلك، وتوني على لفتي مع الباب فاكد يعني فاك ما ننزل حلو. بلف مع الباب يطلع السلام وفيه مسامير تحت وازلق واطيح على المسمار. ايوه طلعت بعد صلاه العشاء على طول، رحت قلت ماني برايح لا مستشفى، رحت صدريه خذيت مرهم وخذيت المهم وغطيه بشاش، امجي تودى شخبوط وطالع الا والله الدم يصب صب الله. قلت هذا يبي لهم فعلا، قال لي الصيدلي ترى مستشفى لازم خياطه. وانت ما سمعت كلام الصيدلي؟ ما سمعت عشان كذا اسمه كلام من الدكتور، لاني انا للامانه اكره شيء اسمه مستشفى، اكره دخولي المستشفى لو على وش. لين ما جاني ابو عبد الله قال والله ما تقعد، راح هو خيط بيض الله وجه ابو عبد الله. بس انا لو اني محلك هذا احلى عذر احتك عاد. انا قايل لابو عبد الله، قلت ابو عبد الله ترى حتى لو خياطه ترى بروح للمطبخ حتى لو يعطيني عذر ولا بطلع طالع على المطبخ. والله انك ود ناشف علي الدوسري. علي الدوسري انا طالع معه يا رب قلبك. علي الدوسري انا ما راح اخليه اخي. شكرا مره شكرا. الله يرفع قدرك. بس يا جماعه الخير انا اشوف كنت